هاي كابتن، وي ويل لاند ات 3 PM. بغض النظر ان انا حاسس ان انا طيار في نفس الوقت جيمر متمكن، فانا مش عارف اعمل ايه معاكم. فانا مش عارف برضو انا بسجل من هنا ولا بسجل من هنا. لا، انا بسجل من هنا، وبرضو في خلال الريفيو ده هسجل لكم من هنا عشان خاطر تشوفوا ايه الفرق، وهل هو فعلا تقدر ان انت تعتمد عليه ولا لا. فانا احمد سامح، وخلينا نخش في الموضوع على طول. النهارده باين جدا ان احنا هنتكلم عن هيدسيت، باين جدا ان احنا هنتكلم عن هيدسيت من العيار الخفيف، يعني مش حاجه هاي اند قوي ومش حاجه متدنيه قوي، لا هي حاجه متوسطه وفعلا بيرفكت تو ذا بوينت من الاخر زي ما بيقولوا. حاجه ما تنزل بقى شويه، حاجه فعلا متوسطه وقيمه مقابل سعر ممتازه جدا. الهيدسيت دي من شركه تكنوزون، وبضمان 12 شهر وخدمه ما بعد البيع 24 ساعه في ال 24 ساعه لوجيكلي، وكمان 7 ايام في الاسبوع بدون اي انقطاع ولا انفصال، ودي حاجه مميزه جدا. وكمان الفئه السعريه بتاعتها هي اعلى من 500 جنيه شويه، ولكن انا مش ناسيكم في خصم 20% على اي منتج من منتجات تكنو زون لما تستخدموا البرومو كود AS20. دي خصم فعلا 20%، ودي حاجه لذيذه جدا ليكوا، وانا مش استفاد حاجه، بس يعني اهم حاجه انتوا تستفادوا، يعني 20% خصم ليكوا لاي منتج من منتجات تكنو زون. خلينا نشيل بتاع دي شويه كده بالاضاءات والحاجات دي. انا حابب جدا الخامات، وحابب جدا كله طبعا من خامات بلاستيك، والحتت دي متبطنه بالجلد عشان خاطر ما تتعبش ودنك. وفعلا يعني انا مش عارف وداني حمراء ولا لا، بس انا مش حاسس ان هي حمراء. خلي دي كده على جنب، هنحتاجها كمان شويه. المهم خلينا نقسم الريفيو الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج، وايه اللي نشوفه داخل العلبه. الانبوكسنج بتاع الجيمنج هيدسيت K65، زي ما شايفين كده فيها شويه معلومات. الار جي بي هنا 7 كالرفول لايت، زي ما انتم شايفين بيجي باترن كده حلو قوي. كمان مدى راحه الخامه اللي موجوده هنا بتكون بشكل لذيذ جدا، والميكروفون بتاعها زي ما هوريكم في خلال الفيديو تكون صوته حلو جدا وواضح. تقدر تستخدم على البلاي ستيشن وكمان البي سي او اللابتوب. في شويه مواصفات هنا موجوده خاصه بالسماعه والميكروفون بتاعها. تعالوا نفتح البوكس ذات نفسه. البوكسنج بتاعه لذيذ جدا زي ما انتم شايفين. جاهزين؟ شكرا. العكس بقى، هنا دي فيها شويه سبيسيفيكيشنز اللي موجوده على العلبه من بره، وده المايك اللي بيتركب بشكل لذيذ جدا، هوريلكم كمان شويه، بيكون فليكسبل زي ما انتم شايفين، والهيدسيت بتكون مرتاحه جوه الورقه او جوه الكرتونه البلاك اللي انتم شايفينها دي، لكنها واقفه يعني، كنت متخيل ان هي تيجي بستاند، ولكن الستاند ده بيكون بالفئات الاعلى، دي سعرها 500 جنيه، كده نكون خلصت الانبوكس. بعد ما خلصنا الانبوكس خلينا نخش في التصميم والماتيريال. التصميم والماتيريال زي ما انتم شايفين كده هي خامات بلاستيكيه، ولكن مبطنه من الجلد في الحتت اللي هتلمس بشرتك او جلدك او راسك يعني بمعنى اصح. فانا حاسس ان هي فعلا مريحه، ما بتسببش احمرار للودان، ما تعرقكش في الحته دي. ودي حاجه لطيفه جدا الاهتمام بالتفاصيل. وكمان جوه الهيدسيت فحاجه كده متبطنه، ولكن انت كده كده الحته دي مش بتلمس جلدك، فهي دي بتكون البلاستيك ذات نفسه بتاع السماعه ذات نفسها، فما فيهوش اي مشكله. كمان تقدر ان انت تطول وتنزل على حسب حجم راسك وشكلها بمنتهى السهوله. بيرفكتو، فانا شايفها ان هي مش تقيله، وكمان الكاب اللي بيتحط هنا على الودن فهو بالظبط قد حجم ودني، وانا ودني مش صغيره قوي، فانا حاسس فعلا ان هي مناسبه جدا للود، مناسبه جدا للراس، كمان مش بتتعب خالص، وكمان المايك تقدر ان انت تحركه بمنتهى السهوله، فليكسبل جدا زي ما انتم شايفين في كافه الاتجاهات. وفي كمان حته كده اهتمام بالتفاصيل حلو جدا، ان ده بيكون شكل مربع وبيخش في شكل مربع بالظبط، اي شكل مربع كمان عشان خاطر في حته كده ديتيل حلوه جدا اهي دخلت، يبقى كده مش هتعرف تحركها غير من هنا. فاول حاجه ان دي انا مش عارف ليه تكنوزون كده، ما احنا كنا ماشيين كويس، بس انا شايف ان السماعه دي هي من السماعات الرخيصه نسبيا بالنسبه للي بتقدمه السماعه دي، فمش مهتمين بالحاجات اللي هي الجانبيه دي. بالنسبه للماتيريال والخامات فالاضاءه دي حلوه جدا، ولكن ما اقدرش ان اتحكم فيها، ولكن هي 7 كالرز زي ما انتم شايفين، بلاستيك 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 جلد، ودي من الاجزاء اللي هي بتلمس جسمك او بتلمس راسك فبتكون من الجلد، وهنا برضو نفس الكلام، وبرضو فتحات التهوية دي بتكون حلوة قوي، ومن الخامة سوبر طرية يعني طرية جدا. بصوا من جوه برضو، مش عارف شايفين الاضاءة ولا لا، بس هطفي لكم النور كمان شوية.
وطبعا كالمعتاد لازم يكون في الحته دي، الحته دي نفس الكلام، وبرده ال L هنا والرايت هنا تصميم متشابه في الجيمنج هيدسيت الكتيره. كمان هنا بتكون فليكسبل زي ما انتم شايفين بزاويه 30 درجه ماكسيمم. تعالوا نركب دي، هتلاقوها ان في ناحيه من المربع ده برد كده، رد ده بيجي هنا، بس ان هو لو دخلته كده مش هيخش، لازم تدخله كده. شفتين انت بقى ده حكم فيه براحتك، فوق تحت يمين شمال، ومنتهى السهولة واليسر. كمان السلك بتاعها طويل وخامته كويسة من المجدول، ودي من خامة البلاستيك، تعلية وتوطية في الصوت. هنا ال RGB on وال RGB off زي ما انتم شايفين كده، بس بيحصل ديلي كده شوية. كمان هنا المايك عشان تعرف تشغله او تطفي. بنشتري الهيدسيت دي ليه؟ دي جيمنج هيدسيت. اول حاجه عشان الصوت المحيطي، ودي بتقنيه 7.1 صوت محيطي ممتاز جدا، هنجربه كمان شويه، ودي فعلا صوتها حلو جدا في الميوزك، هنجربه برده كمان شويه، وهنقارن ما بين عزل الصوت الداخلي للخارجي والخارجي للداخلي. وحاجه اخيره الا وهي المايك، هنشوف جودته هتكون عامله ازاي في تسجيل الاصوات والمكالمات عبر الانترنت. اول حاجه هنجربها مع بعض الا وهي تجربه تسجيل الصوت. انا كده شغلت المايك بتاع السماعة، فخلينا نشوف كده هل في فرق ما بينها ولا لا، واكيد مش هشغل الصوت بتاع ده. ايه رأيكو، حلوة مش حلوة؟ تقولي في الكومنتات تحت. تاني اختبار معانا الا وهو اختبار الصوت المحيطي، هشوف هل الصوت لما يجي من قدام او من ورا هل بيفرق ولا لا. يلا بينا يا جماعة. جامد، صوت تحفة، جامد قوي، ماشي. حس ان صوت مكتوم شويه، ماشي حلو قوي. جامد، لا، وحتى الاعصار صوته حلو جدا بجد. يا سلام، يا نهار ابيض، ده جامد جدا. اخر اختبار معانا هو صوت الميوزك ذات نفسها، فخلينا نشغل كده اغنيه حلوه تكون البيس بتاعها قوي يعني. جامد، اوه، سامعين حاجة ولا مش سامعين؟ أنا مش سامع حاجة. سامعين حاجة؟ العزل كويس ولا لأ؟ أنا طبعا مش سامع حاجة حواليا خالص. جامد صح؟ باين الصوت بتاعها جامد أوي. خلينا نقفل كده عشان خاطر كوبي رايت. استنوا كده. لأ صوتها عالي برضه، صوتها حلو أوي. المايك بتاعها حلو وشكلها حلو. تحفة بجد، جامد. سامعين حاجة؟ صوتها حلو قوي. أنا مستمتع يا جماعة. سيبوني. سعرها 500 جنيه بس يا جماعة، 500 جنيه وخصم 20% AS20. أنا كده وقفت الصوت. بالنسبة لي السبيسيفيكيشنز بتاعتها، فالمواصفات بتاعتها بشكل سريع جدا، ان الفريكوانسي بتاعها من اول 20 هرتز لحد 20000 كيلو هرتز، وده رينج كبير جدا. كمان الفتحه بتاعتها بتكون 50 ملي، وكمان فيها ميزه حلوه جدا من خلال التحكم اللي موجود هنا، يا اما تتحكم في الار جي بي تقفله وتفتحه. للاسف مفيش تحكم تاني في الار جي بي، يعني مفيش تحكم ذات نفسه، هو 7 ألوان جوه بعض زي ما انتم شايفينها كده، بتطفي وتجلو مع نفسها، مفيش تحكم فيها من خلال الابلكيشن حتى. وكمان المايك يا اما تفتحه يا اما تقفله، والصوت عن طريق البقره اللي موجوده هنا، يا اما تعلي يا اما توطي الصوت زي في جميع السماعات. نيجي لاخر جزء معانا الا وهو السوفت وير او الابلكيشن، خلينا نجربه مع بعض ونشوف ايه الخفايا اللي موجوده في الابلكيشن ده. الابلكيشن لذيذ جدا وسهل وسلس وبسيط نفس الوقت. هي الخفايا ان انت لما تدوس على السبيكر بيظهر لك كامل الاوبشنز اللي انت تقدر ان انت تتحكم فيها. انت تفتكر في الاول ان هو الموضوع ابسط من اللزوم، ولكن لا، انت عندك افكتات وعندك تحكم في كل حاجه موجوده للسبيكر، وكمان موجوده
للمايك. المايك برضو فيه شوية تحكمات زي ما انت شايفين كده، سامبل ريت والإفكتات اللي ممكن تحطها على صوتك، وكمان نويز ريدكشن لو انت عندك تكييف او مروحة تقدر انت تقلل شوية التأثير بتاعها. وبكده نكون خلصنا، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا استمتعتوا بالمراجعة الشيقة والجميلة دي، ولو هي جميلة فعلا انزلوا اعملوا سبسكرايب عشان انا جايب لكم فعلا برومو كود 20%، فانا مش بستخسر فيكم وانتم بتستخسروش فيا. البرومو كود ASA20 هتلاقوه موجود تحت في صندوق الوصف، وكمان الويب سايت اللي بتفعل عليه البرومو كود ده هتلاقوه في صندوق الوصف. خلينا نعمل ريكاب سريع كده، فئه بتاعه السماعه دي هي فئه متوسطه في رينج تقريبا 600 جنيه، هتلاقوا برده لينك الشراء موجود تحت في الديسكريبشن زائد الخصم بتاع 20%، فانتوا هتلاقوها ان هي فعلا صفقه ممتازه فعلا بدون اي منازعه، ودي حاجه لطيفه جدا ليكوا بالباكج الكامله بتاع الضمان وبتاع خدمه العملاء وبتاع كل الكلام ده، فعلا هي ممتازه. الماتيريال متواضعه، ولكن الحاجات اللي لمسه جلدك فهي بتكون كويسه جدا ومريحه جدا، مش بتسبب لك اي حساسيه، والصوت والمايك والعزل والصوت المحيطي اقدر اديله مستريح قوي 9/10 في الفئه السعريه دي، والفئه السعريه اللي اعلى منها شويه. وبس كده، يا رب تكونوا انبسطتوا، ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي، مع السلامه.